صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد وصباح جديد. من نهارك سعيد وصباح مفيش حظر النهارده، خلاص كل الناس عادي جدا ممكن تتحرك في الشارع في الوقت اللي هي عايزاه. ولو اني كنت شايفه انه يعني انه في ناس كتير جدا مش كانت شايفه، مش انا يعني اقصد انا شخصي يعني، بس كان في ناس كتير قوي شايفه انه حتى الاحداث المزعجه اللي كانت بتحصل كانت بتحصل قبل الحظر يعني. فبس على العموم تمام، نهار ابتداء من النهارده ما فيش حظر، فركش حظر خلاص، الناس كلها تقدر تعمل كل مشاورها في الوقت العادي. بس ما اعرفش بقى ده كمان هيتضمنه يوم الجمعه ولا الجمعه هيبقى استثناء، مش عارف. طيب النهارده طبعا هيكون معانا فقرات كتير جدا، هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. استنونا في عده الفقرات اللي هتكون موجوده معانا لانها مهمه جدا، اكيد ليها علاقه بالحياه السياسيه اللي بنعيشها داخل مصر. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا ساره، صباح الخير على كل مشاهدينا اللايف في شبكه ان تي ان في كل حته في الدنيا. الخميس 14 نوفمبر 2013، يا رب تبقى نهايه اسبوع سعيده على الشعب المصري كله. واعتقد انه زي ما ساره قالت رفع الحظر من النهارده شيء كويس، لكن مطلوب من الشرطه ومطلوب انها تامن طبيعي الشوارع. وفهمت من حاجات من اخبار انه الشرطه هتنزل في نفس الاماكن اللي كان واقف فيها الجيش تامنها. نتمنى انه الدنيا تمشي كويس، وزي ما ساره قالت برضو انه يوم الجمعه احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. وبما انه يعني مسلسل الاخوان ويوم الجمعه بقاله فتره طويله، فهنشوف بقى بكره ايه اللي هيحصل، هيبقى في مسلسل منها تاني ولا الاوضاع هتتحسن. ونتمنى انه الاوضاع تتحسن لانه كلنا تعبنا من الفتره اللي فاتت جدا، ومحتاجين ان احنا نعرف نشتغل ونعرف نمشي حياتنا بشكل طبيعي. لكن اعتقد انه مطلوب مجهود اكبر من كده من الحكومه في حاجات كتير قوي 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 قوي. نتمنى يبقى في سرعه اكتر من كده، عشان يعني بجد احنا تعبانين ومش يعني محتاجين حاجات تكون اعلى من توقعاتنا شويه. يعني فعلا يا فادي اعلى من توقعاتنا شويه. النهارده هيكون معانا فقرات، اي اول فقره بنبتدي بيها يومنا فقره الصحافه، اهم المنشطات والاخبار الموجوده في جميع الجرائد هنسردها مع بعض، وضيفنا هيعلق عليها معانا. وهيكون معانا النهارده الاستاذ ناصر فياض مدير تحرير جريده الوفد. وطبعا اخبار لجنه الخمسين والصراعات اللي جواها اللي مش فاهمين هو ايه اللي بيحصل فيها بالظبط لانه جلساتها سريه. لكن هو الشيء الملاحظ جدا انه حزب النور برغم ان هو صوت واحد من ضمن 50 صوت الا انه صوته عالي جدا، ومش فاهمين التراخي من الاعضاء الناحيه الثانيه ايه الحكايه، ليه حقوق المراه فيها مشاكل، وليه السيدات بتحاول تصعد، ليه الاعباط معترضين، والانبابولا بالذات وتصريحاته الناريه وتهديده بالانسحاب كممثل الكنيسه. هنتكلم بالتفصيل عن مطالب الاقباط في الدستور الجديد مع دكتور شريف دوس رئيس هيئه الاقباط العامه. الفكره انه القائمين على المسؤوليه في البلد عارفين كويس انه الشعب المصري بقى عنده وعي سياسي عالي جدا يا فادي، ويمكن الناس كلها بتتساءل ايه سر التراخي وايه سر الطبطبه على حزب النور؟ يعني ايه السبب؟ يعني انه كل حاجه لا مش موافقين، لا مش عايزين، فنقعد نستنى ناخد منهم رد يعني ما بين الاثنين. بس بص يا ساره، انا شايف ان دي حاله عامه تسري كمان على الحكومه، ان احنا ما عندناش حد قادر ياخد قرارات بقلب. ما هو يعني نشتغل ونعمل مطالب الثوره، يعني نمشي ونجيب ناس ثانيه، لكن ارجوكوا بقى نتحرك عشان كده الموضوع بقى صعب، ونبقى واضحين. اللي مش عايز حريه المراه يا ريت بقى صوتنا يبقى عالي كده ونفرز من بعض ونعرف كل واحد عايز ايه، لكن لازم نخلص. والدستور المفترض فيه انه يكون فيه التوافق مش الاختلافات وكل واحد يحط اللي هو عايزه. في طبعا احنا كلنا متابعين عنف شباب الاخوان في الجامعات، يمكن تاني جامعه تستعين بالامن هي جامعه المنصوره، ويمكن حصل فيها كمان مشادات واشتباكات جامده جدا وقويه جدا ما بينها وما بين الامن. لما حبوا ان هم يخرجوا لشارع الجلاء بره لقوا الامن واصطدموا معاه، فراحوا مراجعين مره ثانيه للجامعه وبداوا يتراشقوا طبعا بالحجاره والحاجات اللي زي دي. امتى نخلص من مسلسل العنف داخل الجامعات؟ والمفترض انه يعني الامن دلوقتي بقى متواجد خارج السور، والشباب لحد دلوقتي برضو مندفعين، والحماس بياخدهم بشكل غلط جدا لحاجات مش كويسه، هم اللي هيفقدوا في الاخر مستقبلهم. يا ريت لو عندهم اولياء امور او ابهات ينصحوهم ان هم ياخدوا بالهم، ولو عايزين ان هم يعملوا اللي هم عايزينه في بيتهم يعملوا اللي هم عايزينه في بيتهم، ولو عايزين ان هم يعبروا عن رايهم يعبروا عن رايهم، لكن لازم 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 اولياء الامور يكون عندهم شكل تاني من ضبط النفس لابنائهم. هنتكلم كمان عن رفع حالة الطوارئ مع أستاذ محمد عصمت مسؤول الطبعة الثانية لجريدة الشروق علشان نعرف الأوضاع هتبقى عاملة إزاي.
وانا بس عايز ارجع لموضوع لجنه الخمسين في كلمتين، انه نرجو من لجنه الخمسين ان هي توضح لنا ايه اللي بيحصل بالظبط، لانه مش ممكن انه كلمه مدنيه يعني الثوره قامت عشان الدوله تبقى مدنيه فكلمه مدنيه نفسها تتحذف من الدستور. وايه حكايه لجنه الصياغه اللي احنا بنعاني منها بقالنا سنين طويله؟ يا ريت نعرف عشان الكلام بيخش بطريقه وبيخرج بطريقه ثانيه. هيكون معانا كمان فقره معاكي اخيرا استاذ الزهر. بس الاستاذ شارل فؤاد المصري هو اللي هيتكلم معانا النهارده عن عنف الاخوان داخل الجامعات يا جماعه، وهو كاتب صحفي في جريده المصري اليوم. اخر فقره معانا النهارده بقى يعني بعيد شويه عن السياسه والحاجات دي، خلينا نخرج شويه عن الموضوع ده، واكيد الناس برده عايش حياتها عايز تتكلم في حاجات ثانيه. هنخصص لكم فقره النهارده عن السعاده الزوجيه، وهيكون معانا فيها الاستاذ انور المالكي، هو خبير تنميه بشريه، يعني ناخد منه شويه نصائح كده وتبس حلوه كده النهارده نستعين بيها في حياتنا الزوجيه. خلينا نبتدي فقراتنا بعد الفاصل بالصحافه على طول. صباح الفل ويا رب نهايه اسبوع سعيده على كل المصريين في كل حته.